مرحبا، اليوم رجعت لكم في فيديو جديد افكار حلوة وجميلة. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وخلينا نبلش فيديو. طبعا الفكرة هي انه نروح نرسم اشياء للمدرسة بمناسبة العودة للمدرسة عشان تستفيدوا منها. طبعا اول اشي عندنا هون القلم الماجيك وكمان الالوان الخشبية وكمان عندنا هون الورقة، وخلينا نبلش نرسم رسمات عن المدرسة. أول إشي عن القلم الرصاص عشان أول إشي أبلش في الرسم فيه قبل ما نبلش نحدد في القلم الماجيك. أول إشي رح نقلب الورقة بهذا الطول ورح نرسم الحقيبة. أول إشي رح نرسم بهاي الطريقة الحقيبة، إن شاء الله تكون مبينة عندكم وبهاي الطريقة. هسا رح ارسمها وارجع لكم. تمام، هسا قبل ما نحدد في القلم الماجيك رح نعمل شوية ديزاين او اشياء بسيطة للشنطة او للحقيبة، يعني نعمل زي هيك اشياء حلوة وبعدين رح اعمل زي سحاب او اشي هيك حلو، يعني نضيف للشنطة اشياء حلوة. هسا بعد ما خلصت وضفت الوجه الجميل جدا رح نرسم للمسطرة. على المسطرة بتحتاج نجيب مسطرة عشان يكون المسطرة طولها متوازي، يعني نص الأضلاع. فجبنا المسطرة، تترى. طيب رح نحطها ورح نضيف القياس ونوضع القياس اللي بدنا اياه. تقدر تعملها طويلة، تقدر تعملها قصيرة، انه رفيعة، خميلة، زي ما بدكم، انه زي ما بدكم، بس انا حبيت اعملها بهذا الطول اذا مبينة عندكم. ترى عملت لها اسنان انه عشان تبين انها مسطرة هيك. تمام، طيب هسا انه نبلش نضيف لها كمان شغلة عشان انه تصير حلوة المسطرة، وكمان نضيف لها وجي جميل زي ما ضفنا للحقيبة. طبعا بعد ما رسمنا المسطرة رح نرسم مقلمة هون، رح ارسمها. جاهزين؟ شوفوا، يلا 1 2 3. شو رأيكم؟ انا عملت لها انا هون شوية اسنان عشان تبين انها مقلمة. فبعد ما رسمنا المقلمة رح نرسم ممحة بهذا الشكل، نفس هاي الممحة بس انه طريقة تانية. وهسه رح نعمل حركة سحرية ورح نرسم الممحة. رح اجيب الممحة، يلا 1 2 3. طيب بعد ما رسمنا المحاي رح نرسم شغلة بسيطة وهي القلم. اكيد يعني رح نرسم قلم، فخلينا نرسم القلم. 1 2 3. تترى، انا حبيت ارسم بهذا الطول، تقدر تعملوها انتو بالعرض. وهسه بدنا نلون في الأقلام الخشبية، بس قبل هي مكتوبة أصلا عليها هاي سكول بمناسبة العودة للمدرسة، بس قبل لازم إنه نفتحها عشان نلون. تترى، فتحتها وصارت جاهزة. هون عندنا متعدد من الألوان، بس قبل لازم نحدد في القلم الماجيك عشان نبين الرسومات. فجبت القلم، خلينا نبلش نحدد. تترى، شو رأيكم؟ حددتها بهذا الشكل. خلينا نلون، بس انا حابة انه اعملكم حركة سحرية وانا بلونهم. جاهزين؟ يلا بس رح نلونهم. يلا ايش رأيكم في الحركة السحرية؟ جاهزين تشوفوا الحركة السحرية؟ معنا هون متعدد الدرجات، خلينا نمسك عشان نعمل حركة. 1 2 3. ايش رايكم بالحركة السحرية الجميلة؟ طبعا هون رسمت اكثر من رسمة. عندنا هون اكثر من شغلات، عندنا انه قلم، مسطرة، حقيبة، ممحاة، وهون عندنا المقلمة. هون حبيت ارسم كمان كتابين. هون عندنا نجوم ملونة. شو رايكم؟ حبيتوا؟ اذا حبيتوا لا تنسوا لايك شير سبسكرايب.